بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية كلية التمريض، نبدأ محاضرات العام الدراسي الجديد 2020-2021 لمادة الميكروبيولوجي. عنوان المحاضرة هو الميديكال باراسيتولوجي. انترودكشن. الميديكال باراسيتولوجي، نعطي في الديفينيشن بسيط، is the science that deals with the organisms living in the human body and the medical significance of this host-parasite relationship. إذن هو علم من العلوم المهمة اللي ترتبط بحياة الكائنات الحية في داخل جسم الإنسان والتغيرات المهمة اللي يحدثها عن طريق العلاقة اللي تربط المضيف مع الطفيلي أو الكائن المتطفل على جسم الإنسان. الباراسايت is living organisms which takes its nourishment and other needs from host. إذن هو كائن يأخذ كل الأمور اللي يحتاجها من تغذية وحماية واحتياجات أخرى من جسم المضيف الآخر اللي اسمه الهوست. الهوست is an organism which supports the parasite. إذن هو الداعم إلى الباراسايت. Include medical parasitology are protozoa, helminths and some arthropods. يعني نقدر نقسم أو نقول إنه الباراسايت يتضمن ثلاث أنواع مهمة، هي البروتوزوا والهيلمنس والأرثروبود، أي الابتدائيات والديدان والمفصليات. بما أنه أني تعرفت على معنى الباراسايت والهوست، الآن أتناول different kinds of parasites. ما هي أنواعه؟ يا أما يكون هذا الكائن المتطفل هو إكتوباراسايت أو يكون إندوباراسايت أو يكون أوبليجيت إجباري المعيشة أو فاكوليتيف يكون اختياري المعيشة أو يكون إكسيدنتال طارئ الحدوث حسب الظروف اللي اتغير من طبيعة معيشته الخاصة. إذا كان إكتوباراسايت أي الطفيلي اللي يعيش خارج جسم الكائن، هو باراسايتيك أورغانيزم that lives on outer surface of its host. Example عليه اللايس والتيك والمايت. يعني احنا عندنا القمل والقراد والحلم. الاندوباراسايت باراسايت that lives inside the body of their host. Example عليه الانتاميبا هوستوليتيكا. اما الاوبليجيت باراسايت، this parasite is completely dependent on host during segment or all its life cycle. الإكزامبل عليه هو البلازموديوم اللي يسوي لي الملاريا. إذا الطفيلي الإجباري حياته ما تصير ولا تكمل ولا يعيش إذا مو داخل جسم كائن حي. الفاكوليتيف اختيار المعيشة، هذا الأورغانيزم that accepted both parasitic and non-parasitic modes of living and hence does not absolutely depend on parasitic way of life but is capable of adapting to it if placed on host. Example عليه النجزارية، نوع من أنواع البروتوزوا والابتدائيات. الاكسيدنتال باراسايت، when parasite attack an unnatural host and survive. example عليه الهيمينولبس، طبعا نوع من انواع الديدان، مرات تهاجم المضيف المو صحيح فتبقى مخزونه الى ان تتطور او تتحسن الظروف حتى تنتقل الى المضيف المناسب لها. ال different kind of host، عندي عرفنا الأنواع الخاصة بالطفيلي، الآن نذكر الأنواع الخاصة بالمضيف.
أول واحد الديفينيتيف هوست، ثاني انترميديت هوست، ثالث الريزيفوار هوست، ثالث ناتشرال هوست، الرابع اكسيدنتال هوست. ديفينيتيف هوست، هوست ذات هاربرز باراسايت in the adult stage or where the parasite undergoes a sexual method of reproduction. إذا المضيف اللي تكتمل به الأطوار الجنسية أو تحدث به العلاقات الجنسية الكاملة إلى أن يتطور إلى كائن بالغ. هذا من اللي يتطور إلى كائن بالغ؟ الباراسايت الطفيلي في داخل هذا المضيف. أين أما بالنسبة للإنترميديت هوست، هنا الطفيلي راح يكمل جزء من دورة حياته في المضيف الوسطي، يعني harbor the larva stage of the parasite or an asexual cycle of development take place. أما يحوي الأطوار اليرقية أو تحدث بالأطوار أو التكاثرات اللاجنسية في داخل هذه المضيف. In some cases, larva development incompletely into different intermediate hosts referred to as first and second intermediate hosts. شنو أقصد؟ أقصد بعض الطفيليات تحتاج إلى أكثر من مضيف حتى تكتمل دورة حياتها. يعني من يبدي بالإيجز، الإيجز تتطور إلى larva، إلى أطوار يرقية larva stage. تحتاج هذه الأطوار اليرقية أكثر من مضيف تدخل بداخل جسمه أو تبقى على السطح الخارجي إلى حتى to complete life cycle. شنو معناها to complete life cycle؟ حتى تكتمل دورة الحياة ويصل إلى الأدلت organisms، يعني أو الأدلت parasite، إلى الطفيلي البالغ اللي شنو بالغ؟ اللي عنده القدرة على الريبرودكشن، التكاثر والنوتريشن، ممكن أن يكون التغذية وإنتاج أيضا another a new type of parasite. Reservoir host، هذا المضيف لا هو المضيف اللي فقط يحوينه that makes the parasite available for transmission to another host. يأوي فترة محددة من الزمن هذا الطفيل إلى أن تتحسن الظروف وينتقل إلى المضيف اللي يكون اللي مناسب إلى لإكمال دورة حياته. is usually not affected by the infection، وما يسبب إصابة للجسم اللي يدخل له، حتى إذا كان هو نوع من أنواع الطفيليات الباراسيتيزمز المتطفلة واللي تكون harmed parasite مؤذية أو تسوي لي injury ضرر. natural host، a host that naturally affected with certain species of parasite، يكون هو طبيعي ينصاب بهذه الطفيليات. accidental host، host that is under normal circumstances not affected with the parasite، بالأمور العادية أو ظروف الاعتيادية ما ينصاب هذا المضيف، بس بالظروف الغير اعتيادية ممكن أنه ينصاب. بما أنه إن تعرفنا على definition of host و parasite و type of host and parasite، الآن نتناول characteristic of parasite، أي مميزاته ككائن حي. يكون إيوكاريوت، أي حقيقي نواة، absorb or ingest organic chemicals. Number 3 may be motile via pseudopodia, cilia or flagellum. إذا يمتص الغذاء العضوي أو الكيماويات أو يكون حتى الغذاء المهضوم، راح نتناولها بالمحاضرات القادمة. may be motile via pseudopodia، الحركة مالته عن طريق الأقدام الكاذبة أو الأهداب أو الأصوات. Parasitic flatworm and roundworm are called helminths. عندنا طفيليات تكون ديدان مسطحة أو ديدان دائرية وتدعى بالمصطلح اللاتيني helminths، ديدان. هذه صورة للسيدوبوديا. طبعا هذه انتاميبا، الفود بارتيكلز شلون دا يدخل عن طريق الباكيولز أو عن طريق عملية الالتهام الفاجوسايتوسيس بواسطة السيدوبودي. أما الآن نتناول the relationship between the organisms. Any organisms that spend portion or all of its life cycle intimately associated with another organism of a different
species is considered as symbiote, and this relationship is called symbiosis. The following are the three common symbiotic relationships between the two organisms. إذا أنا عرفت أكو ثلاث علاقات راح تربط لي الكائنات اللي قلنا هي الهوست والمضيف. يعني شنو نوع العلاقة اللي تربط الطفيلي مع المضيف؟ أول علاقة تكون موتشاليزمز. راح نقول شنو الموتشاليزمز؟ هي two organisms living together. The two organisms benefit. إذا واحد يفيد الثاني. The protozoa which depend entirely. هذا طبعا example أحد العلاقات اللي تربط الابتدائيات مع الأرض. يكون عن طريق الاستفادة المشتركة بين الكائنين. الابتدائيات شرح تستفاد راح تعتمد اعتماد كامل على الكربوهيدرات diet acquired their nutrients from ferments. ferments هي الأرض. إذا تأخذها عن طريق معيشتها مع الأرض. In return, بالمقابل, they are capable of synthesizing and secreting cellulose. The cellulose digesting enzyme, which are utilized by termites in their digestion. إذا الأرض تستفاد من السيلولوز اللي تفرز البروتوزوا. إذا صارت بيناتهم علاقة تبادل منفعة. Common cellulose, an association in which the common cells take the benefit without causing injury to the host. Example, most of normal flora of the human body can be considered as common cells. إذا هنا راح تكون علاقة تعايشية، أي أن الكائن اللي يعيش بداخل الجسم يأخذ الفائدة without causing injury بدون أن يسبب ضرر. هاي أسميها العلاقة الثانية common cellism. العلاقة المهمة الثالثة اللي هي الباراسيتيزم. An association where one of the parents is harmed and the other lives at the expense of the other. Example, worms like scarce lumbricoid reside in the gastrointestinal tract of man and feed on important item of the intestinal blood causing various illness. الباراسيتيزم لازم العلاقة اللي تكون موجودة بالتطفل، العلاقة التطفلية هي علاقة مؤذية، أي أنه الكائن اللي يتطفل على جسمنا يسبب لنا أذى وضرر. مثلا إذا صابينا بدودة الإسكارس، هذه الإسكارس راح تعيش وين؟ بالأمعاء، بالجهاز الهضمي، بالأمعاء، قناة المعوية. راح تتغذى على من؟ تتغذى على دم الإنسان، وبالتالي راح تسبب له injury أو various illness، أمراض مختلفة. ننتقل الآن إلى معرفة life cycle and the type of life cycle. Life cycle, the whole biological course of growth, development, and the production of parasites. يعني هذا definition لمصطلح life cycle. كل التغييرات الكاملة اللي تحدث بالنمو والتكاثر وتطور الطفيلي أسميها مجملها life cycle. هاي life cycle تنقسم إلى two types: direct life cycle و indirect life cycle. شنو أقصد بالdirect life cycle؟ يعني البراسايت يحتاج فقط نوع واحد من المضائف حتى تكتمل دورة حياته، بينما النوع الآخر الـ indirect life cycle، الـ life cycle ما تكتمل بمضيف واحد اللي أسمي definitive or final host، لا، تحتاج إلى أكثر من مضيف، مضيفين أو ثلاثة حتى تكتمل الـ life cycle ويوصل الباراسايت إلى الأدلت باراسايت. الـ direct life cycle قلنا only one host, final host, no intermediate host. example أنا الإسكارس، الإسكارس يحتاج بس جسم الإنسان حتى يكمل أطوار اليرقية. من يدخل بالـ 3 stage larva راح يتحول إلى adult worms،
في داخل جسم الإنسان، بالضبط في الموقع الخاص له في الأمعاء، قنوات المعوية. بينما الـ indirect life cycle، الطفيلي راح يحتاج life cycle without more than one host، ممكن يكون intermediate host and final host. وإكزامبل عن البلازمين، البلازموديوم اللي هو الملاريا، يحتاج إلى نوع من أنواع الأريثروبود وأيضا إلى جسم الإنسان حتى تكتمل حياته. هسه أريد نعرف الباراسايت هذا الكائن uptake the nutrition، شلون يأخذ الغذاء؟ طبعا عن طريق إحداث للباثوجينيسيس أتلايز النيوتريشن from host environment for their development and reproduction. ممكن أنه الهيلمنس اللي هي تشمل النيماتود أو الفلوكس، يعني الديدان الخيطية أو المثقوبات، have a gut and mouth. إذا بما mouth، بما أنه هي تمتلك أمعاء وتمتلك فم، إذا الفيد مالتها التغذية راح تكون upon the surrounding tissue body fluid or even host cell the breath، يا أما غذائها على أنسجة الجسم أو سوائل الجسم أو حتى على فضلات الخلايا. التابورمز no gut or mouth، ما تمتلك لا أمعاء لا جهاز هضمي قنوات معوية ولا تمتلك فم، إذا شو راح تتغذى؟ Rely on the host daily intake by their body wall absorbing for their own food. إذا عن طريق امتصاصها الطعام عن طريق الجلد اللي تمتلكه وطريقة simple diffusion الانتشار البسيط. إذن بما أنه عرفنا هذا الكائن دخل إلى داخل جسم الإنسان، إذن إيش راح يحدث لي mechanical damage of parasite، راح يحدث لي أضرار ميكانيكية في داخل الأجسام اللي دخل لها أو داخل جسم الإنسان. entering the cell، إذا كان موقع في داخل خلايا جسم الإنسان، some protozoa must live in the certain cell and reproduce finally result in the rupture of the host cell. إذا كان موقع معيشته في داخل جسم الإنسان، بالضبط في داخل خلايا النسيج، إذا تكاثر بداخله راح يسوي لي rupture، راح تنفجر وراح التشيو أو النسيج يفقد جزء من الخلايا المكونة له، وهي هنا راح يحدث الانجري الضرر والإلنس. ممكن أنه يكون عن طريق الميجريشن، من يدخل داخل جسم الإنسان ما يستقر بمكان واحد، يهاجر من عضو إلى عضو آخر عن طريق البلد أو another fluid of the body or penetration through the tissue or organ، يخترق ويدخل الأنسجة البقية. ممكن أنه يسوي blockage on the pressure، يسد ويضغط على المكانات اللي يصيبها بالانتستينال لومن، كان بي بلوكت باي وورمز، تنسد بواسطة إصابتها بالديدان مثل الهايداتيسيس ان ذا ليفر، ماي ريتش فوليوم اوف 1 الى 2 لترز، ات كان كوز سيفير دامج تو اورجان، او دودة الاكياس المائية اللي يصيب اكثر عضو بالجسم هو الكبد، واللي ينتج عن طريق إصابتها أكثر من 1 إلى 2 لتر من السوائل اللي متجمعة، فراح تسوي لي برجر على العضو المصاب وتحدث الباثوجينيسيتي الأمراضية. effect the growth، أثر على the growth والdevelopment، أو ممكن أنه يسوي لي damage to the skin or muscles. هذه البكتشر توضح لنا بعض تأثيرات الإصابة بأنواع الطفيليات. ممكن أنه تكون الإصابة جلدية وتأثر على السكن وعلى المسلز، أو ممكن أنه تكون داخلية ويظهر تأثير مالتها على السكن أو المسلز، مثل هذه هنا أنا طبعا مصاب باللشمانية تروبيكا، نوع من أنواع اللشمانيات. هنا أنا مصاب بنوع من أنواع الديدان، هاي طبعا النوع من البروتوزوا الابتدائيات، راح نتناولها بالمحاضرات القادمة. هذه نوع من أنواع الديدان، إن شاء الله ناخذ على الكورس الثاني، هي الفيلاريا. هنا نوع من أنواع اللشمانية أيضا الابتدائية، بس اللي يسموها الإحشائية اللشمانية دونوفاني، بينما هنا اللشمانية تروبيكا تكون لشمانية جلدية. هذه نوع من أنواع الديدان. هاي بعض التأثيرات، الصور توضح لنا بعض تأثيرات الإصابة بأنواع
الطفيليات الممرضة. هذه حسب الصور راح نشوف التأثيرات على الأنسجة، ممكن أنه تكون إصابة داخلية أو إصابة خارجية. إذا هذه الطفيليات ممكن أنه تنتج لي توكسيك أند الهايبر سنسيتيفيتي. التوكسين هو many parasite can introduce or secrete toxin and cause damage to the host. إذا عرفنا بإمكانه يفرز السموم. شلون بإمكانه يسوي هايبر سنسيتيفيتي؟ The metabolites secretion, excretion or other products of parasite or dead worms may act as foreign antigen. إذا كل هذه الإفرازات والمكونات أو حتى بقايا الطفيليات الميتة أو الديدان الميتة في داخل جسم الإنسان يعتبرها جسمنا هي أجسام غريبة، يعاملها كأنه أنتيجينات غريبة أي مستبدات غريبة موجودة بداخل الجسم. حتى إيش راح يسوي؟ stimulate the immune system of the host to produce immune response، يحفز الجهاز المناعي حتى ينتج الاستجابة المناعية أو توصل إلى حد الهايبر سنسيتيفيتي فرط التحسس. أنتوا شايفين من واحد ينعب بواسطة يلدغ بواسطة نوع من أنواع الإنسكت الحشرات كأنه تكون الفلاي، شو راح يصير؟ المكان رأسا راح يتورم وراح يصير لونه أحمر. زين، إذا كان ليش؟ لأنه أكو أنتيجين غريب دخل إلى داخل الجسم فحفز الجهاز المناعي لأنه يفرز ويكون الأضداد الأنتي بادي مقابل الأنتيجين. إذا زاد عددها عن الحد الطبيعي راح يصير هايبر سنسيتيفيتي فرط التحسس، وهذا يكون harmful to host كلش مؤذي which may lead to the severe or even fatal reaction إلى تفاعلات مميتة، وهي دائما تحدث في حالة الإصابة. شوفوا هاي الصورة بالأكياس المائية. هذا sudden rupture of hydatid cyst with the release of large amount of fluid could result in the severe allergic reaction sometime lead to shock or death of patient. خاصة إذا انفجر الكيس وبعدنا إحنا ما مكتشفين بداخل جسم الإنسان، أو حتى أثناء رفعه بالسرجري بالعملية إذا صار بيليك نضح بواسطة لأنه هو لازم ينحقن بمادة مميتة قبل أن يرفع من داخل العضو المصاب، لأنه بداخل الكيس يحوي على البروتوسكولايسيس الرئيسات الأولية لديدان الأكياس المائية اللي أسميها بالهايداتيد سيست، الرمل العضري اللي هي موجودة بداخل هذا الكيس ويا السوائل اللي يحملها. هاي التأثيرات طبعا المرضية إن شاء الله نتناولها بكل موضوع من مواضيع الطفيليات اللي راح ناخذها. يعني من نوصل إن شاء الله إلى الديدان أشرح لكم شنو هو الهايداتيد سيست والأكياس المائية من بداية دخوله وتأثيرات بداخل جسم الإنسان وإلى المضاعف اللي يحويها وإلى وصوله إلى البلوغ أو انتهاء دورة حياته في داخل جسم الإنسان. بالنسبة للبيزك فاكتور أوف ترانسميشن أوف باراسايتك ديزيز، عندي ثلاث عوامل أساسية اللي هي الباراسايتك ديزيز والإنفكشن ديزيز والترانسميشن. عندي سورس أوف إنفكشن وعندي الروت أوف إنفكشن وعندي سسبتيبل هوست. Source of infection، من هم source of infection؟ هم ال patient وال carrier وال reservoir host. ال patient طبعا هو شنو تعريفه؟ person who have parasite in their body and show clinical symptoms، بينما ال carrier هو ال person who have parasite in their body not shown symptoms، symptoms ما تظهر عليه، بينما ال reservoir host هو ال animal that harbor the same species of parasite as man. Where the parasite in the animal sometimes can be transmitted into the human. وهذا اللي نعاني دائما من عند المضاعف الخازنة اللي دائما تعتبر حيوانات واللي تنقل المرض إلى الإنسان. مثلا داء القطط المضيف عندها مضاعف خازنة وعندها مضاعف وسطية. احنا ليش طلاب ده نتعرف على هذه المعلومات كلها ودورة حياتها حتى نعرف شلون نسوي prevention control، شلون نسوي سيطرة. خلص سيطرة، مو أجي أقتل الإنسان المصاب، لا، أجي أعالج الإنسان المصاب والإنسان الحامل للمرض وأتخلص من المضيف الخازن إليه حتى ما يوصلني المرض. زين،
وهاي الأمور كلها ما أعرفها إذا ما أعرف أنواع دورة حياة كل كائن والمضاءف اللي يحتاجها حتى أقدر أسوي بعدين prevention and control بالإضافة للتريتمنت اللي أنطيها للبيشنت. الروت اوف ان ترانسميشن طرق انتقاله، يا اما يكون congenital transmission from mother to the infant example عن التوكسوبلازموسيس داء القطط ينتقل من الجنين من الام للجنين. الكونتاكت ترانسميشن هي اما يكون هذا الكونتاكت دايركت كونتاكت اور اندايركت كونتاكت with the parasite or infected animal، مثال عليه ترايكومونوس فاجينالس نوع من انواع الطفيليات الابتدائيه اللي يصيب الأجهزة التناسلية لجسم الإنسان. الفود ترانسميشن ممكن يكون عن طريق التغذية أو الغذاء. The infectious stage المرحلة المصيبة of parasite contaminated food راح تلوث لي الطعام. The meat of the intermediate host containing infectious stage هذا الانفكشن عفوا الانفكشن stage of parasite هو اللي يصيب يسوي لي انفكشن الى جسمي لانه دخل لي ويا طعامي او شرابي. الاكزامبل عليه الكولوراجست الكورنو جيسيس هذا نوع من انواع ايضا الابتدائيات. بعد عندي ممكن انه يكون عن طريق الروت ترانسميشن هو الدرينك اور كونتاكت ذا ووتر كونتامينيتد ذا انفكشن ستيج of parasite example عن الشستوسوما والانتاميبا هوستاليتيكا ممكن انه تدخل لي عن طريق الwater transmission of parasite. ممكن انه يكون عن طريق soil transmission soil contaminated by the feces containing the certain stage of parasite. التعامل مع التربة المصابة ممكن انه ينقل لي نوع من انواع الطفيليات المصيبة بالضبط الديدان اللي مثال عليها الاسكارس لمبريكويد تنتقل لي عن طريق التعامل مع التربة المصابة. الأريثروبود ترانسميشن ممكن أنه يكون الناقل إلي أحد أنواع المفصليات الفيكتورز of certain parasitic disease example عليها البلازموديوم ينقل ليها نوع من أنواع البعوض أو الضباب الساندفلاي ينقل لي الليشمانيا والموسكيتو تنقل لي أنوفيلين موسكيتو تنقل لي البلازموج أو الملاريا. عندي أيضا السسبتيبل هوست منو هي البطائف المحتملة بالإصابة. In general people is the susceptible host طبعا الناس كلهم هو محتمل أنه يكونون مضائف محتملة للإصابة بالطفيليات. Why؟ لأنه البراسايت the parasite reaching a susceptible host must gain internet and set up a favorable residence in order to complete its life cycle and cause the transmission of parasitic disease. وماكو أحسن من جسم الإنسان حتى يدخل إلى داخله ويختار أي عضو من أعضائه حتى يكمل دورة حياته لأنه لا راح يستفاد راح يشوف أكو نيوتريشن أكو تغذية وأكو نورشمنت وأكو الشلتر أكو حماية وأكو تغذية فأكيد يفضل جسم الإنسان ويعتبر جسم الإنسان من المضاعف المحتملة الإصابة بكل أنواع الطفيليات. الآن بما أنه أنا عرفت هاي التفاصيل كلها لازم أجي أعرف ورا ما درست التغيرات اللي تحدث واللي وأنواع الطفيليات وأنواع المضاعف أريد أعرف شلون أسوي prevention measures of parasitic disease. The prevention measure هي تكون عن طريق controlling the source of infection وهذا يحدث عن طريق the treatment of the patient carrier and reservoir host سيطرة على مصدر العدوى blocking the roots of transmission شلون أسدها وأمنعها من خلال managing feces and water resource or controlling the or eliminating the vector and the intermediate host هاي اللي أتخلص من عدهم لازم أتخلص من النواقل والمضائف الوسطية حتى أني أسد انتقال دورة الحياة. Protecting the susceptible host من خلال paying attention to health education, personal hygiene, changing bed working و eating habits. هاي كلها أغيرها عند
المضائف المحتملة اللي هم البيبل من خلال جذب انتباههم لبرامج توعوية، برامج صحية، الاهتمام بالصحة أو النظافة الشخصية، وكذلك تغيير طباع الأكل وعادات العمل. لهنا طلاب انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. أود أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات، وسوف أرفع هذه المحاضرة على موقع الكلية الخاص بنا في قناة اليوتيوب، وكذلك في برنامج المودل، كي يتسنى لكم الاطلاع عليها.